نكمل المحاضرة مالتنا بخصوص الـ IP Addressing والSubnetting. نعم، وصلنا إلى الصفحة التاسعة. بالحقيقة موضوعنا لهذا اليوم راح يكون على موضوع جدا مهم، اللي هو موضوع السبنيتينج. بعد ما تعرفنا على الـ IP Address هو شنو، وشنو الكلاسات مالتها، وشنو الرينج مال كل كلاس، وعدد الهوستات في كل كلاس جد، وعدد الشبكات في كل كلاس جد، إلى آخره من هل المعطيات اللي أخذناها في المحاضرات السابقة. اليوم راح نجي نشرح موضوع جدا مهم، اللي هو السبنيتينج. طبعا قبل ما نتطرق إلى السبنيتينج وعلاقتها بالـ IP Addressing، راح نشرح فد مشكلة خاصة بالقطار، بعدين نحاول نربط المشكلة اللي موجودة هنا بمشكلتنا، اللي هو مشكلة السبنيتينج، ليش انوجدت وشلون حلت المشاكل اللي كانت موجودة. بمعنى انه السبنيتينج اجا كحل لمشكلة. قبل ما نجي على المشكلة هذه وبعدين نشرح السبنيتينج، راح نجيب من المثال من العالم الخارجي مالتنا، خارج نطاق الاي بي ادريسينج والسبنيتينج، نطرح مشكلة القطار وبعدين نجي نربط المشكلة بموضوع السبنيتينج. اوكي، لنفرض اني عندي سكة مال قطار تربط مجموعة مدن عراقية بينها، وهذه القطار طبعا على فرض، هذه كلها يعني فرضيات، انه اني موجود في مدينة دهوك على سبيل المثال، او الانطلاق مالتي المحطة الموجودة في مدينة دهوك. اوكي، وهذه السكة تمر بأربع مدن عراقية، اللي هي مدينة أربيل، مدينة كركوك، مدينة بغداد، مدينة البصرة. يعني أنا السكة مالتي في داخل العراق. أوكي، طبعا هنا أنا من الموجودين في مدينة دهوك، من يريدون يروحون إلى هذين المدن الأربعة طبعا راح يحجزون أكيد المقاعد مالتهم بأي طريقة أو وسيلة ممكنة. نعم، على فرض أنه القطار مالتي هذا يوسع لي 400 مقعد. أوكي، أنا عندي هنا 400 مقعد. اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير أنه أي واحد من المسافرين اللي يريدون يروحون إلى مدينة أربيل أو كركوك أو بغداد أو البصرة، بعد ما يحجزون التكت مالتهم راح يمنح لهم رقم المقعد اللي راح يقعدون عليه في داخل القطار. طبعا هنا العفو، عملية القاعدة مالتهم راح تكون حسب الأرقام. عندي آني أربع عربات. أوكي، من الممكن جدا أن تكون في داخل العربة رقم واحد من المسافرين اللي يريدون يوصلون مدينة كركوك، وبصفة مثلا قاعدين اللي يريدون يوصلون مدينة بغداد، وبصفهم قاعدين اللي يريدون يروحون إلى مدينة البصرة. بمعنى القطار هنا القطار ما مخصص حسب المدن مالته اللي يريدون يوصلوا له، وإنما قطار عبارة عن 400 مقعد تم منح المقاعد حسب، خلينا نقول المسافرين، بغض النظر المسافر وين يريد يروح، وإنما هو حجز التكت مالته وجا قاعد هنا. تم المشكلة اللي راح تصادفني هنا هو شنو؟ عملية السيطرة على المسافرين راح تكون جدا صعبة في داخل القطار اللي أصلا ما مقسم حسب المدن اللي يريد يوصل المسافر. بمعنى أني من أجي على العربة رقم واحد وعندي فد موضوع، طبعا تعرفون جنابكم أنه عملية يعني تجرى عمليات كثيرة جدا على المسافرين في داخل، خلينا نقول القطار، سواء التشيكينج للتكت مالتهم أو أي موضوع آخر يخص المسافر. إذا أني من يكون عندي العربة الواحدة، يعني واحدة من الأمور أنه أني أكيد اللي يوصل الأربيل الكروة مالته مو مثل اللي يوصل كركوك، والكروة مالته اللي يوصل كركوك أكيد مو مثل اللي يوصل البصرة. تمام، كل ما كان المسافة وكانت المسافة أبعد، كل ما كانت الكروة أكثر. إذا أني من أجي أقعد ذولي كلهم اللي يريدون يوصلون إلى هذني الأربع مدن، أوكي، في عربة واحدة، بغض النظر عن المدينة اللي يريدون يوصلوا له، راح تكون عملية الإدارة مالتهم جدا صعبة. أوكي، إذا من أني أجيب طاري كلمة الإدارة، الإدارة تشمل كل شيء، يعني ناحية الأمنية السكيورتي، ناحية البيرفورمانس،
ناحية السيطرة، ناحية يعني أنا مثلا من ينزل مثلا المحطة، يعني خلينا نقول القطار يوصل إلى محطة في مدينة كركوك، أكو من يصعد وأكو من ينزل إلى آخره من هذني المشاكل اللي راح تكون خلينا نقول موجودة في عملية إدارة المسافرين في داخل القطار الغير مقسم حسب المدن اللي يريد المسافر أن يوصل له. تمام، إذا هنا أني أجي شو أسوي؟ أحل هاي المشكلة، أحل أنه أني أخصص كل عربة لمدينة معينة، يعني العفو، أخصص العربة رقم 1 للمسافرين إلى مدينة أربيل، أخصص العربة رقم 2 للمسافرين إلى مدينة كركوك، أخصص العربة رقم 3 للمسافرين إلى مدينة بغداد، وأخصص العربة رقم 4 للمسافرين إلى مدينة البصرة، اللي هم كلهم مرتبطين قطار واحد اللي هو يربط هذين المدن فيما بينها. يعني هاي 400 على فرض أنه كل عربة توسع لي 100 مقعد، إذا أنا عندي 100 مقعد للعربة مال أربيل، 100 مقعد للعربة مال كركوك، 100 مقعد للعربة مال بغداد، و100 مقعد للعربة مال البصرة. أوكي، هسه أنا فتحت الحجوزات، أوكي، وجوني المسافرين من مدينة دهوك اللي يريدون يسافرون. هنا الباسنجرز المسافرين، وهنا السيتس اللي هو عدد المقاعد الموجود في كل عربة. هاي العربة كانت رقم 1، وهاي العربة رقم 2، وهاي العربة رقم 3، وهاي هذه العربة رقم 4. تمام، على فرض العدد اللي يريدون يوصلون إلى مدينة البصرة هم 100 مسافر، إذن العدد أوكي، يعني قبطت العربة اللي يريدون يوصلون إلى مدينة بغداد فرضا أنهم أيضا 100، اللي يريدون يوصلون إلى مدينة كركوك 150، واللي يريدون يوصلون إلى مدينة أربيل لنفرض 40. أوكي، بالحقيقة هنا ما عندي أي مشكلة، العدد يساوي عدد المقاعد أو أقل، هنا أيضا ما عندي أي مشكلة، هنا أيضا ما عندي أي مشكلة، هنا صارت عندي مشكلة أنه عدد المسافرين أكبر من عدد المقاعد. أوكي، طبعا قبلها من أني جيت قسمت حسب عدد المقاعد بحيث كل مسافر إجا قاعد بالعربة مالته عملية السيطرة راح تكون جدا سهلة، وانحلت عندي مشاكل كثيرة جدا لم تكن موجودة الحل مالتها في الحالة الأولى اللي هي قد ما كانت 400 مقعد مخصص للكل في آن واحد. هنا بعملية بسيطة جدا راح أجي أحول 50 من ذولي، أوكي، أحول 50 من ذولي المسافرين وانطيهم من المقاعد اللي كانت موجودة بالعربة الخاصة في أو بمدينة أربيل، وأمنحها ل50 من المسافرين اللي كانوا يريدون يوصلون إلى مدينة كركوك، باعتبار هنا صار عندي الحالة الأخيرة، خلينا نقول صار عندي هنا 40 زائدا 40 زائدا 50 منا، إذا صار عندي 90، والتسعين هو أصغر من 100 اللي هو هذا 100، إذا راح أكتب هنا ببساطة أنه أيضا صار عندي صح هنا، إذا هذه 100 100 90، يعني النهائي صار عندي 100، أوكي، 100 100 90. هنا بهال خلينا نقول بهالطريقة حلينا مشكلة كبيرة جدا اللي هي مشكلة الفائض من المسافرين اللي كانوا يريدون يوصلون إلى مدينة كركوك، وانطينا جزء من العربة اللي كانت مخصصة فقط لمسافرين مدينة أربيل منحت إلى مسافرين مدينة كركوك. تمام، إذا هنا اللي أريد أقوله أنه بعملية التقسيم إلى 4 عربات انحلت عندي مشاكل كثيرة جدا، مثل ما قلنا هاي المشاكل كانت سابقا قبل ما أسوي عملية التقسيم موجودة. زين، اللي صار شنو؟ اللي صار أنه إحنا كان عندنا، نرجع على موضوعنا اللي هو subnetting، كان عندنا شبكة واحدة كبيرة
توسع ل 400 IP 400 أدرس، شبكة واحدة كبيرة توسع ل 400 أدرس. أوكي، اللي صار شنو؟ اللي صار إنه جينا قسمنا هاي الشبكة الكبيرة، خلينا نسميها شبكة A، هذه شبكة A، أو نجي هنا نرسمها بطريقة أخرى. لنفرض أني كان عندي شبكة كبيرة، أوكي، هذه نسميها شبكة A. جينا قسمنا هذه الشبكة إلى أربع أقسام، قسمناها إلى أربع أقسام، أوكي. هذا القسم سميناه واحد، هذا القسم سميناه اثنين، وهذا القسم سميناه ثلاثة، وهذا القسم سميناه أربعة. اللي هذه كانت خاصة بمدينة أربيل، وهذه كانت خاصة بمدينة كركوك، وهذه كانت خاصة بمدينة بغداد، وهذه كانت خاصة بمدينة البصرة. أوكي، بهالطريقة من التقسيم حلينا الكثير من المشاكل اللي رح نجي عليها إن شاء الله في محاضرات قادمة. رقميا رح نعرف شلون طريقة التقسيم حلت لنا الكثير من المشاكل. كل اللي أريدك تتعرف عليه بهاي المحاضرة أنه أنا كان عندي شبكة كبيرة توسع لي 400 مقعد، جيت قسمت هاي الشبكة إلى أربع شبكات صغيرة، كل واحدة من أتها توسع لي 100 مقعد أو توسع لي 100 IP تمنح لي الهوستات. راح نجي عليها بالمستقبل إن شاء الله شنو معنى هذني الكلمات، وبالنتيجة انحلت مشاكل كثير. أوكي، هذا اللي أريدك تتعرف عليه بهذه المحاضرة. تمام.